أهلا بكم سيداتي وسادتي في هذه الفقرة القصيرة من الفيديوهات اللي بنديرو منذ الأسابيع الأخيرة. اليوم نتكلم على واحد المقارنة، رغم أن الفرق ممكنش نناقشوه، واحد المقارنة في طريقة الانتدابات ديال برشلونة مع طريقة الانتدابات ديال الرجاء الرياضي. فريق برشلونة الباح للمرة الثانية على التوالي، وهذا شيء قليل ونادر جدا، يقصى من دوري عصبة الأبطال، الدوري الذي يعطي للفرق رونقا ومستوى ومادة. للمرة الثانية على التوالي البارسا سيكون غائبا من ثمن نهاية دوري عصبة الأبطال. والغريب في الأمر أن منذ مجيء لابورتا هذه موسمين الكل كان يترقب بعودة سريعة للبارسا إلى النتائج والألقاب، كما فعل ذلك في 2003 مع مجيء مجموعة رونالدينو. لكن هذه المرة في السنة الأولى لابورتا ما دارش انتدابات، ولا ما كانش الفلوس عند الفريق، كان في أزمة خانقة، وبعد ذلك كان مجبر باش يبيع على مدى سنتين موسمين 25%، يعني ربع ديال حقوق الفريق التلفازية لل 25 سنة المقبلة. أي أن البارسا تخلصات في 25 في ربع ديال 25 عام الجاية ديال الحقوق التلفازية ديالها، يعني علق المستقبل الفريق ماديا. نتصوروا أن دابا 10 سنين الحقوق التلفازية تمولتيبليا بار 4 ولا بار 5، سي جامي، ما عارفينش الواقع. فرق بحال ريال مدريد واتليتيكو مدريد وسيفي يربحوا الفلوس ديالهم دابا 10 سنين، البارسا نزولوا لا 25% من الفلوس اللي تاخذهم دابا 10 سنين، ودابا 15 عام، ودابا 16 عام، ودابا 17 عام، ودابا 16، يعني دار هادشي كله باش يخلص الدين. لا، لان الدين مهيكل، ماشي بحال الدين اللي عندنا في المغرب. عندنا الدين مهيكل، وبالتالي الابناق داكشي تيتخلصوا بشويه بشويه، رغم ان الازمه ما بعد الكوفيد البارسا كانت خانقه وخانقه جدا، ولكن دار هادشي باش يدير الانتدابات. اول موسم جاب فيران توريس، وجاب بعض اللاعبين إيريك غارسيا، لاعبين من البارسا. كان إيريك غارسيا جاب ثمن بسيط ولكن ما عندوش مستوى نهائي باش يلعب في البارسا. فيران توريس جاب 65 مليون اورو، هو ثمن مهم. والان بعد الموسم الاول في الموسم الثاني ولا احتياطي، الموسم الثاني باع 15% في ليدر واتيلي، ودار شراكه مع سبوتيفاي من خلالها باع النيمينغ ديال نيو كومب، يعني الملعب الاسطوري للبارسا لسبوتيفاي باش يزيد ينتدب. وانتدب ليفاندوفسكي لاعب في المستوى الكبير، انتدب هذه السنه خصوصا في الدفاع، انتدب كوندي، انتدب كريستنسن، انتدب بيلغين، انتدب الونسو، يعني انت دابا مع المدافعين مستوى عالي، والكل كان كيسي في وسط الميدان. من الاداء اللي ديك جامع الاسماء المهم في هذه الحلقه، ماشي هو الاسماء، ماشي هو ما هو تقني، ما هو مالي. بعد بدايه الموسم كانت رائعه، ولحد الان البارسا من تحت الصف الثاني بعد الريال على بعد 3 نقاط، ولكن في المباريات المهمه، في المباريات اللي تنقيسوا فيها قيمه ديال الفريق كبير، كلها خسرتها البارسا. خسرت مع الباير الي روتور 3-0، يعني البارسا ولات الباير ولا كابوس البارسا. خسرت مع ريال مدريد 3-1، رغم ان السنه الماضيه ربح قدير بحال 4-0، كيف مباراه اقل اهميه من المباراه نكون واقعيين. وخسرت مع الانتير وتعادلت معاه، يعني ضيعت مع الانتير خذات نقطه واحده على 6 ضد الانتير ميلون، لفريق ما يمكنش نقولوا من العشر الاوائل حاليا. وبالتالي هنا تيبين بان مازال انتداب البارسا ما عطاش المفعول ديالو، لان مازال ما وقعش التوالف اولا، وثانيا كاين بعض الاختيارات ديال المدرب اللي تنظن، وكما كانش إيريك غارسيا وفيران توريس كاتالان، ما نظنش اي جيو اتشيهم البارسا لا اظن، وكما كانش سيرجي روبرتو كاتالان ما بقاش يلعب، وكما كانش بوسكيس كاتالان ما بقاش يلعب، وكما كانش بيكي كاتالان، وكما كانش يعني كاين بزاف ديال التمييز وبزاف ديال الافضليات اللي تتعطاو بدون احقيه، بدون احقيه. وبالتالي هنا تيبان يدرنا واحد الباراليل
مع فريق بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يسيطر سيطرة مطلقة على الكرة الألمانية منذ أكثر من 10 سنوات، سيطرة مطلقة بالنسبة لكأس عصبة الأبطال، تيفوز كل 3 4 سنوات 5 سنوات عصبة الأبطال، ولكن دائما فريق قوي قوي جدا، توصل دائما على الأقل نصف النهاية، من أحسن الفرق الأوروبية على الإطلاق. كيفاش ينتدب بايرن ميونخ؟ بس ينتدب جوج ثلاثة في العام، ينتدب لاعبين مغمورين في الأول ديالو، ماشي شي لاعبين مثل العام ساديو ماني معروف ليفربول، ولكن لما بعدها تشوف اوبي ميكانو كيفاش جا البايو كيفاش ولا دابا، هرنانديز كيفاش جا البايو كيفاش ولا دابا، بافا كيفاش جا البايو كيفاش ولا دابا، مزراوي كيفاش جا البايو كيفاش ولا دابا، وتياخذ احسن الشباب في المانيا، وبالتالي الطريقه ديال انتدابات البايرن تجعل منه فريق مؤسساتي، فريق قوي، فريق لا ينصاغ الى الشهوات. لا اظن ان البايرن عنده جمهور في العالم اكثر من البارسا، لان البارسا عبر التاريخ عطات واحد الكره فرجويه اللي التي احبها الكل، ولكن حاليا نظن بان العالم يحترم البايرن اكثر من البارسا. وبغيت ندير هاد الوقفه كلها اليوم على البارسا باش ندير الباراليل مع الرجاء. الرجاء انتدبت 16 لاعب، وما يمكنش تشوفوا الفرق في هذا المستوى البارسا والباير الى زعزعوا التشكيله البشريه ديالهم، ما تيبقاش لا بيرفورمانس في نفس المستوى، وبالتالي ما يمكنش الرجاء بين عشيه وضحاها، خصوصا انه ما انتدبش لاعبين توب بلاير، ما انتدب حتى لاعب واو، ما كاين حتى لاعب جاي بفلوس صحيحه، وجاي لاعب اللي يقلب الموازين ما كاينش نهائي في الرجاء. وبالتالي انتدب لاعبين مستحسنين اللي خاصهم الوقت الكافي باش يديروا التوليفه، وخاصهم الوقت الكافي باش يجيبوا السجن باش يرجعوا لا بيرفورمانس نورمال دون ايكيب كوم لو رجاء. وبالتالي تنظن يبقى معذب الجمهور ديال الرجاء بزاف الا بقى تيظن بان النتائج تجي دابا، وبان لي تيتر يجيو دابا، والالقاب يجيو دابا، وهادشي دابا، حيت الرجاء سميتها الرجاء، حتى البارسا سميتها البارسا، والالقاب غابت عليها وتتبان بان مازالت غايبه عليها، الا اذا ما وقع ما وقع، احنا لا نعرف المستقبل ماذا يخبئ. وبالتالي راه ما يمكنش نصوبوا فرقه غير من الفلوس. انا عطيتكم البارسا باعت 25% في دروتيليب ب 100 مليون اورو زائد 267 مليون اورو 367 مليون اورو هي 400 مليار، ودارت كونترا مع سبوتيفاي في الملايير حتى هي، يعني تندوي على مئات الملايير. ورغم ذلك لم تقدر لحد الان على خلق فريق تنافسي يضاهي البارسا التي نعرف. فبالله عليكم كيف للرجاء بجوج ولا ثلاث المليار ديال السي البدراوي تخلق فريق تنافسي بين عشية وضحاها؟ ليس ممكن، مستحيل. والكرة ماشي علم سهل بهذه الدرجة لتنويها. وبالتالي تنظن لا جمهور البارسا ولا جمهور الرجاء عليهم يصبروا، ويصبروا بزاف باش يلقاو الرجاء الحقيقية والبارسا الحقيقية، والله المعين. إلى اللقاء.